كلشي مغاربه السلام عليكم. وصلتني مجموعه ديال الرسائل فيما يخص التغذيه وتقويه المناعه. اكيد ان كاين هناك علاقه ما بين التغذيه وتقويه المناعه، خصوصا الان حتى نعرفوا اننا نمر بواحد الفتره اللي هي صعيبه شي شويه، واحد الفتره اللي هي حرجه، واحد الفتره اللي احنا شويه مضطربين فيها. فاولا تنطلب منكم انكم تحافظوا على النقطه الايجابيه، نحاول نكونوا ايجابيين احنا مع روسنا ومع الاخرين ومع عائلتنا، ما يكونش عندنا واحد الجو متضارب وجو اللي هو شيئا ما سلبي. فيما يخص الجانب الغذائي، اكيد كاين هناك اغذيه تتادي وتتساعد على تقويه المناعه، ولكن اغذيه اللي خصها تكون حاضره وتبقى حاضره معنا ما امكن على المدى البعيد في النظام الغذائي ديالنا. اغذيه اللي كاين اغذيه خصها تتخذ يوميا، وكاين اغذيه اللي يمكن تناولها شويه على المدى البعيد. فالاغذيه اللي خصها تتخذ يوميا، انا بالنسبه لي شخصيا زيت الزيتون، ضروري يكون عندنا زيت الزيتون في الصباح، نفطروا بزويته بلديه ونديروه في الطياب ديالنا الا غادي هذا منين نطيبوا نساليو، نديروا معلقه ولا جوج ديال زيت الزيتون. فزيت الزيتون تساعد بشكل كبير على تقويه المناعه. النقطه الثانيه هو التناول ديال التمر. التمر كيف ما كان النوع ديالو، راه التمر ديال 15 درهم راه هو تيساعد في تقويه المناعه. جوج ولا ثلاثه التمرات في اليوم، ماشي نص كيلو، جوج ولا ثلاثه التمرات كافيين على المدى البعيد باش يقوي لي المناعه ديالي. تناول ديال الخبز الكامل، الله يجازيكم بخير، الخبز الابيض بعدوا منه، حيدوا الخبز الابيض، ديروا الخبز الكامل، يا اما الخبز بالنخاله او الخبز بالشعير. راه الخبز بالنخاله يساهم في تقويه المناعه، والخبز بالشعير يساهم في تقويه المناعه، البلبوله ديال الشعير، الحسوه ديال الشعير، هذه كل اغذيه تساهم كذلك في تقويه المناعه. شرب الشاي بدون سكر، ابتعدوا على السكريات وابتعدوا على المقليات. الشاي غني بمضادات الاكسده وبالتالي فهو يساعد كذلك على تقويه المناعه. اضيفوا شويه ديال زريعه الكتان ولا شويه الزنجلان، سواء في الخبز مثلا ملي تعجنوا الخبز تزيدوا واحد المعلقه صغيره للعائله كامله، بالنسبه سواء زريعه الكتان سواء الزنجلان سواء بجوج زيدوهم في الخبز ديالكم، فهما كذلك تلعبوا دور كبير ودور مهم في تقويه المناعه. القطاني، العدس، الحمص، اللوبيا، الفول، الجلبانه، البصاره تساعد كذلك على تقويه المناعه. جميع الخضر والفواكه الطازجه ولكن ديال الموسم، ماشي دابا تاكل العنب والدلاح باش تقوي المناعه، راه ما غايديرولكش هاد الدوره هذا دابا. دابا الان الخضر والفواكه الموسميه اللي حاضره الان غتساعدنا باش اننا نقويو المناعه. الفواكه الجافه كذلك، الثومه، البصله، مثلا نشدو واحد القنينه ديال 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 الزيت، مثلا زيت البلديه، ديروا فيها واحد الفص ديال الثومه ولا جوج لتحت، وديروا فيها شويه الشريحه ولا شويه ديال التمر، وبقاو تاخذوا جوج ولا ثلاثه من الصباح للصباح، فهي كذلك تساعد على تقوية المناعة. فالثومة والبصلة بين الأغذية اللي تتلعب دور مهم في تقوية المناعة. فما كاينش هناك عصا سحرية، ما كاينش هنا ماشي حاجة اللي هي غنجي بين عشية وضحاها وغادي تعطيني نتيجة، لا، اللي كاين هو واحد البرنامج غذائي تيخصنا نطبقوه تيخصنا نتبعوه، أغذية اللي خصنا نتناولوها ديالنا مغربية حاضرة. سي با لابين باش نمشي نقلب على واحد الماده جايه لي من واحد الدوله ما عرفتهاش منين جايه ومستوى، غير النظام الغذائي ديالنا، الاغذيه اللي ذكرت الان نعتمدوا عليها، ناكلوها، نعطيوها لوليداتنا، نعطيوها للناس الكبار اللي حاضرين معنا بطبيعه الحال اللي ما تيعانيو من حتى شي مرض، وان شاء الله بحول الله غادي تساعدنا في تقويه المناعه. ما تنساوش شرب الماء، شرب الماء بكميات كافيه، واخا الحال بارد نشرب الماء بكميه كافيه، وبالتالي هذه الطرق اللي هي مهمه وغتنفع، اغذيه اللي هي مهمه وغتنفعنا. وما نساوش نغسلوا يدينا دائما طيله اليوم، انا تنأكد الله يجازيكم بخير، نغسلوا يدينا، نبعدوا على السلام، ما نبوسوا حد، ما نسلموا على حد، وما نخرجوش الا للضروره، الله يجازيكم بخير، وان شاء الله كل شيء غيدوز بخير على خير، وتبارك الله عليكم.